هاي جايز بوت ماتش بيس لاف انا بلا المدن والفيديو ديال اليوم غنهضر فيه على كيفاش تاخذ الجنسيه الالمانيه من بعد مده صغيره من بعد ما تكون عايش هنا في المانيا. طبعا بزاف ديال الشروط كاينين خصك يكونوا عندك باش تقدر تاخذ الجنسيه في مده قصيره. غنهضر على داكشي كامل، غنهضر على الوثائق اللي خصك تعدل، غنهضر على الحاجات اللي خصك تبريباري ان ادفانس، ولا قانون جديد شنو غيقدر يرجع، غنهضر على بزاف ديال الحاجات. دونك تفرجوا الفيديو حتى الاخر. وطبعا اذا كنتوا اول مره فهاد الشيء هذه، هاد الشيء كتخص كل ما كيتعلق بالفاينانشالز اورجانيزيشن، بودكاست بزاف ديال المواضيع والحياه هنا في المانيا اللي كتاخذ جزء كبير وكبير بزاف. وطبعا هذا الفيديو ديال اليوم كيهضر على الحياه هنا في المانيا وكيفاش تاخذ الجنسيه الالمانيه. دونك اذا كنتي اول مره فهاد الشيء هذه، شوف ديك البلاي ليست هادوك، تفرج فيهم، واذا عجبك الكونتوني ما تنساش تعدل لايك كومنت وسبسكرايب باش يبقى دائما كيوصلك الجديد ديالي، وبارطاجي طبعا مع الناس اخرين باش يوصلهم حتى هما المعلومات اللي كنبارطاجي في هذا الكونتوني هذايا. وقبل ما نبدا الفيديو ديال اليوم، شوفوا هذا الفيديو هذايا اللي كنهضر فيه على الخدمه ديال التوجيه والارشاد اللي كنخدم معاك الدوسي ديالك اذا كنتي مهتم باش تجي تعيش هنا في المانيا، لا من ناحيه القرايه، من ناحيه الاوسبيدنون، لا من ناحيه ديال الخدمه. سينك قبل كانوا عندي بزاف ديال الاسئله، ما كنتش عارف فين نمشي، كنت ما عارفش من مدينه نقرا فيها، ما عارفش من جامعه نقرا فيها، ما عارفش شنو هي الاستيكا، شنو هي الداسا، شنو هو اوسبيلدون، كيفاش كدوز بروسيس في كل حاجه، شنو هما الوثائق اللي كيطلبوا، واش ندفع عند الداسا ومن الفيليغ ديالي من الاول، واش نشد الترمين قبل بي اينز ولا من بعد البي اينز، وبزاف الاسئله اخرين اللي نتوما عندكم حتى انا كانوا عندي. ولكن الحمد لله بعد 6 سنين ساليت القرايه ديالي وخدام دابا في المانيا وتعلمت بزاف ديال الحاجات، وعلى داكشي فتحت واحد الباب من التوجيه والارشاد اللي سميته المدن كونسلتنسي، كنساعد فيه الطلبه باش يجيو من هنا لالمانيا، سواء كانوا ستودنت كوليك ولا دايسها ولا ماستر ولا القرايه باللونجلي ولا بزاف ديال الحاجات، ولا تايم مانجمنت ولا بادجت مانجمنت ولا كيفاش تدفعوا خدامي، كيفاش نيغوسييو الصالير ديالكم، وبزاف ديال الحاجات اخرين اللي تعلمتهم في هاد 6 سنين هذيا في الحياه هنا في المانيا، وشي الاخطاء اللي عملتهم اللي ما بغيتكمش نتوما تعدلوهم. دونك هادشي كامل عملته على حسب ديك السيرفيس اللي البروسيس ديالو كدوز سهله بزاف، كتكتبوا لي غير ميساج على انستغرام وتما كندسكوتيو كلشي، وكنعطيك النيميرو ديالي دو واتساب اللي تما كنعطيك واحد الفورميلير كتجاوب على شي الاسئله باش كنعرف البروفيل ديالك قبل ما كنعدلوا الكول مع بعضنا ولا لابيل فيديو مع بعضنا اللي كنشرح لك فيها كلشي من أ حتى زد على حسب شنو نتينا بغيتي نعاونك. كاين بزاف ديال الطلبه اللي دابا ديجا خدام معاهم، تقدروا تجبروا الفيدباك ديالهم هنا ولا هنا اللي غيطلع، واذا بغيتوا تعرفوا اختار على السيرفيس عتجبروه هنا، وحتى الاثمنه غتقدروا تجبروهم في اللينك في الديسكريبشن، ولا تقدروا غير تكتبوا لي ميساج على انستغرام اللي عايبان هنا وغنشرح لكم كلش. باش تاخذ الجنسيه الالمانيه كاين بزاف ديال الشروط، ولكن غنهضر انا بعدا على شنو هو البروسيس اللي كدوز منه، وشنو هما الشروط اللي خصك يكونوا عندك، وشنو هما الحاجات اللي خصك ترد لهم البال باش تخدم عليهم على بكري. الحاجه الاوليه هي البروسيس كيفاش كدوز. البروسيس كيفاش كدوز نورمالمون باش تاخذ الجنسيه الالمانيه، كتاخذ من بين 8 سنين حتى 6 سنين، دونك هذا هو الجزء ديالها، ولا من 6 سنين حتى 8 سنين. الناس اللي كياخذوها على 6 سنين كيكون عندهم في مده صغيره حيت عندهم شي دي كونديسيون اللي ما عندش الناس اللي عندهم ديال 8 سنين. بالمناسبه ما كنهضرش انا على الناس اللي مزوجين بالماني ولا شي حاجه، كنهضر على طالب جاي يقرا هنايا ومن بعد واحد المده بغى يدفع الجنسيه الالمانيه. دونك 8 سنين كتكون غير للناس اللي ما عندهم حتى شي كونديسيون اللي غتعفيهم من داك العامين باش ينقصوها، ولكن اذا بغيتي تنقص داك العامين كاين شي الشروط اللي كيقولوا لها شروط الاندماج ولا بيزون دو انتغراسيونز لايستون، يعني شد الشروط اللي كتكون عندك ديال تثبتي باللي الاندماج ديالك في المجتمع اندماج عالي. مش من ناحيه، من ناحيه اذا كان عندك نيفو ديال سي 1 في اللغه الالمانيه، والاغلبيه الطلبه اللي كيجيو هنا باش يقراو اصلا خصهم يوصلوا النيفو ديال سي 1 باش يدخلوا للجامعات. دونك النيفو ديال سي 1 كينقص عليك ديجا واحد العام. الحاجه اخرى هو اذا كانوا عندك اعمال تطوعيه مثلا، حتى هو كتنقص عليك واحد العام. وهذا الشيء هذا كيختلف من كل بوندسلاند من بوندسلاند، يعني في باير مختلفة على هيسن، مختلفة على نورد فيست فالن، مختلفة على بزاف ديال المواطع اخرين. دونك كل واحد خصك تشوفو فين القانون ديالو. انا كنت عايش في بافاريا، كنت عايش في الباير، وهذا هو القانون. اذا كان عندك الاعمال التطوعية واذا كان عندك السي ان اوتوماتيك ممكن تنقص المدة بعامين، دونك عاد كنت تدفع من بعد 8 سنين وانت عايش في المانيا كتقدر تدفع من بعد 6 سنين. هذه الحاجة الأولى. بالمناسبه بغيت نقول هنا واحد المعلومه باللي كيقولوا باللي دابا القانون غيتبدل، داك 8 سنين غترجع غير 5 سنين،
وديك 6 سنين عاد ترجع 3 سنين. دونك فعاد كنتي كتسنى 8 سنين عاد باش تقدر تدفع، عاد تقدر تدفع من بعد 5 سنين اذا كان عندك حتى شي شرط من ديك الشروط ديال الاندماج العالي. واذا كان عندك شرط من شروط الاندماج العالي عاد تقدر تدفع الجنسيه غير من بعد 3 سنين في العيشه هنا في المانيا، طبعا نفس الشروط. طبعا اذا كان عندك سي ان وكان عندك الاعمال الجامعويه في المانيا، دونك اوتوماتيكمون كتقدر تنقص على راسك المده، حيتاش بغاو يعدلوا هذا القانون الجديد باش يزيدوا يدعموا الاندماج في المانيا، باش يسهلوا على الناس الاجانب هنا في المانيا ويزيدوا بزاف ديال الحاجات، وهذا جزء من داك الاستراتيجيه ديالهم. فوقاش غيطبق القانون باقي ماشي معروف، ولكن حنا كنهضروا دابا على الشرطه ديال 8 سنين 6 سنين وماشي 5 سنين 3 سنين، ولكن حتى اذا مشاو تبدل القانون كيبقى نفس المعلومات، يعني كيبقى نفس الشروط تقريبا اللي خصك توفقها باش تاخذ في مده قليله. هو يكون عندك النيفو ديال السي ان في المانيا وزيد عليها يكون عندك اعمال جمعويه ولا شي حاجه. الجزء الثاني ديال هذا الفيديو هو شنو هما الوثائق اللي خصك يكونوا عندك باش تاخذ الجنسيه الالمانيه. اول حاجه هو اينبورغارونغ انتراغ هو واحد الورقه كتاخذها من عند ولا واحد الفورمولير كتاخذه من عند مصلحه الاجانب ولا داك الشخص اللي كيعدل لك ولا كيشوف واش كيخولك تاخذ الجنسيه ولا لا، كتقدر تاخذها من عنده. الحاجه الثانيه الباسبور ديالك سواء مغربي ولا من اي جنسيه كانت يكون حتى هو عندك. ثالث حاجه هو الكارت السيجور ديالك حتى هي تكون عندك. رابع حاجه فوتو ديال الباسبور، ماشي بالضروره تكون بيومتري ولكن ضروري تكون عندك تصويره ديال الباسبور ولا تصويره عاديه، المهم التصويره ماشي ضروري تكون بيومتري. الحاجه اخرى وحيد الورقه ديال داتنشوت وكوستن ونيتفيركونغس بفليشتن، هادي بدا كتخدم من عنده غير كتمضي عليها كتقرا داكشي كتمضي عليه وصافي. حاجه اخرى انفورماسيون تور داتن فير اربايتون اركليرون تور ارميتلون اون شتخافن فير فارن ام رامن دين اي ديس اين بورغابونغس فير فارنز. يعني كيتشوفوا واحد الورقه باللي انت ما عندكش شي مشاكل ديال الضرائب وديال المخالفات وداكشي كامل. بكتنس اون لوياليتات ار كليرونغ تو فراي هايت ليشن ديموكراتيشن غونز اوردنو. يعني هادي هي بدا واحد الورقه كيعطوها لك بدا خصك تعمرها تجاوب عليها تكون انت طبعا موافق على ديك القوانين بلا 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 وداك الشيء كامل. دونك اذا لاحظتوا واحد جوج ثلاثة أربعة ديال الوثائق كتاخذهم من عندهم غير كتمضيهم كتعمرهم وكتعطيهم لهم، ما كياخذوا شي مرة الوقت وتقريبا ما كتعمر والو، كتعمر غير لادات كتعمر باللي المدينه اللي ساكن فيها وكتمضي. هذا اللي كاين. ساعه كاين ديك الانتراك الفورمولير اللي كتاخذو من عنده، ساعه كاين الباسبور والكارت السيجور وكاين التصويره. حتى الان هادو الوراق اللي خصك تجيب. دابا غيبداو يجيبوا لك الوراق اللي اختار شخصيا متعلقين بك، يعني خصك شهاده الزديات ديالك النسخه الاصليه وتكون مترجمه للالمانيه، والترجمه خصها تكون عند مترجم محلف. دونك الناس اللي ساكنين في المانيا في المانيا جيبوا الورقه اللي معاكم مره اللي ما جا ديال شهاده التزديات ملي تكونوا في المغرب، يعني جيبورت اوركوند شبروها خذوها وترجموها للالمانيه. بشاينيكم ديس اربايتسكيبا اوبا ارت اونفان كون دوا دا بشيفتيكم. يعني خصك تاخذ من عند الخدام ديالك ولا من عند الشخص اللي كيخدمك، خصك تاخذ من عنده الكونترا ديال الخدمه اللي كيكون مشروح فيها كل شيء، شمن نوع الخدمه شحال نتينا غتبقى خدام معاهم شنو كتعدل وكلشي. فير دينس ابريشنونغ ان در ليتن دراي مونات فوم اينن غريشنيت اب فور لاغر ديس اونتالارن. يعني خصك تاخذ ثلاثه ديال بي سبليت، يعني ثلاثه ديال اخر اجر اللي خديته في الثلاثه الشهور الاخيره. دونك هذه حتى هي خصها تكون عندك ضروري تاخذها معك. ابغيشن فو ابلاك اون طالارم، يعني اذا كنت عندنا نزل في شهر 10 خصك ديال شهر 9 ديال شهر 8 وشهر 7. نخفايز ديال دويتش كيتنس بوشلا باشلر اوركوند دونك خصك الالمانيه تجيب الدبلوم ديالها حتى وان كان عندك بي ان ولا حنا قلنا في السي ان في الحاله اذا كنت عاد تنقص، وزيد عليها خص يكون عندك ليسونس ديالك ولا الماستر ديالك ولا شنو ما كان على حسب البروفيل ديالك. دونك هذه خصك بدا تزيدها معاها. نخفايز فون كنتنسن دا غشت انجزاد جنرم دي مزمنين بلوم ترغا. دونك هذا خصك يكون عندك ضروري ديال واحد الامتحان دي اسمه ليبن ان دويتشلاند. ليبن ان دويتشلاند كيكونوا 300 سؤال وكيطرحوا في الامتحان غير 30 سؤال.
انا غنهضر عليه من بعد. هاد الامتحان هذا خصك دوزو، كتخلص عليه واحد لي فري 25 اورو تقريبا، وكدوزو ملي كتنجح فيه بيدو خصك تعطيهم، كتبين بلي انت كتعرف القانون الالماني وداك الشيء. امتحان سهل ولكن غنهضر عليه. اخر حاجه ولا جوج الحاجات الاخرين هو في ريزيشابونك بيشاينينغوم، يعني كانكن كاسا ديالك تاخذ من عنده واحد الورقه بلي انت عندك تامين صحي. الورقه اخرى اللي خصكم تكون عندكم وهي باللي اختم 14 شهر وانتم كتخلطوا كتخلصوا الغينتين فيرزيشام، يعني كتخلصوا داكشي ديال الغينتين فيرزيشام، يعني ملي كتقاعد داك التاكسس ديال التقاعد، وهذا ما خصك تكون كتخلصوا وكتعطي لهم واحد الورقه طبعا كتاخذها من عند غينتين فيرزيشام ام، يعني كتكونتاكتي داك الغينتين فيرزيشام ام كيعطيوك ديك الورقه شحال ديال الشهور وانت هنا كتخلص وكلشي. دونك هادو هما الاوراق اللي كانوا عندك، شي الاوراق شخصيا، شي الاوراق كتاخذهم من عنده، وصافي الوراق الاخرين الباسبور والكارت السيجور ديالك والدبلوم ديالك ديال اللي نجحتي فيه ليسونس ولا ماستر ولا شي مكان، السي ان ديالك واش كينقص لك. طبعا الاعمال الجامعويه كيف ما قلت لكم اذا كانوا خصك بغيتي تزيدو مزيدهم في الدوسي باش يزيدو ينقصوا لك، ولكن انا في الحاله ديالي حيتاش كان عندي السي ان هو باش نقص لي بزاف وصافي. وساعتك جبت المراقي كاملين الحمد لله، جاب الله التيسير خدت الجنسيه ديالي. ودابا في الجزء الثالث ديال هذا الفيديو غنقول لكم على شي الحاجات اللي خصكم تردوا البال ليهم من ناحيه ديال توجدهم على بكري، حيت كياخذوا الوقت بزاف، واذا ما كانوش عندكم على بكري ما تقدروش تاخذوهم. دونك الحاجه الاوليه هو ديك شهاده الزيات اللي قلتكم. ديك شهاده الزيات شي واحد الورقه اللي ما كتاخذهاش من هنا من المانيا، كتاخذها من المغرب. دونك ملي تكونوا ماشيين في الصيف ولا مشيتوا زياره للوالدين ديالكم ولا شنو ما كان، خذوا ديك الشهاده ترجموها وخليوها على يدكم، حيت ما كيمشي لا شي لاداط ما كيمشي لا شي المده ديالها، كتبقى دائما عندكم. دونك ديك الورقه وجدوها على بكري باش ما تاخذ لكم شي واحد الوقت طويل النهار اللي تبغوا تدفعوا وتكونوا ما قاعد كتفتشوا على انك تطلبوها من المغرب، على انك تصيفطوها، على انك ترجموها، وهذا الشيء كامل يقدر ياخذ لكم واحد الشهر علاش نتوما تمشيو تبريباريوها على بكري وتخليوها مع الورقه ديالكم. الغينتين فيرزيشامونك، الغينتين فيرزيشامونك راه كيكون محسوب كيتخلص اذا كنتي غير خدام في شي الخدامي ديال فيرك ستودنت ولا خدامي اخرين. دونك دائما ملي تكونوا كتخدموا في ديك الخدامي خلصوا داك التاكسس هادوك، شحال يخدم عليك دور باش نهار اللي عاد غادي تدفع الجنسيه غاتكون مده باغيه سهله وغاتكون ديجا كنتي كتخلص ماشي بالضروره حتى تبدا الخدمه. دونك هذه حتى هي واحد الحاجه اخرى. الحاجه اللي مهمه ومهمه بزاف هو ديك الامتحان ديال ليبنين دوتشلاند. ليبنين دوتشلاند كدوزو فشي المدارس ديال فاو ها اس، يعني فولكس هوخشوله، تما فين كتقدر دوزو. لي فري ديالو غير 25 ديال الاورو، ولكن اذا كنتي عاد تدفع الجنسيه في البايرن خصك دوزو في بايرن، اذا كنتي عاد دوز الجنسيه في برلين خصك دوزو في برلين، اذا كنتي عاد دوز الجنسيه في انرف نورث فيستفالن خصك دوزو في انرف، يعني الامتحان ديما خصو يدوز في داك البوندسلاند اللي فين كتدفع فيها الجنسيه ديالك. حاولوا تكونتاكتيو ديك المدارس على بكري، حاولوا تبريباريو ديك الامتحان على بكري، حيت بعض المرات كياخذ حتى 12 سيمانه باش كيخرج لك الامتحان وكتخرج لك الشهاده، يعني كيبقى لك 3 شهور عليك باش يخرج لك الشهاده ديالك. وهذا الامتحان هذا كاين ناس اللي كيتعفاو منه غير اللي كيكونوا عندهم انتغراسيون كورس ملي كانوا جاوا من المانيا في الاول، ولا كيكونوا قراو شي حاجه ديال الحقوق ولا السوسيال اربايت ولا شنو ما كان. دونك هذا الامتحان هذا ضروري على بكري بريباريو له، كاين اصلا ابليكاسيون في التليفون اللي كتقدر تبريباريو له، وكتقدروا ساعتك تما تبريباريو ديك الاسئله ديال 300 سؤال وكيطرح منهم غير 30 سؤال. الامتحان 100% غتنجحوا فيه، ولكن السؤال هو واش بريباريتو على بكري من داك الامتحان باش داك الورقه تكون واجده لكم النهار اللي عادتو تدفعوا الجنسيه. وكيف ما قلت لكم داك الامتحان بيدو ما عندوش شي واحد الوقت ديال فوقاش كيتسالى له المده ديالو، دونك بريباريو على بكري ودفعوا له. الحاجه اخر اللي بغيت نقول لكم كونتاكتيو داك الفاخ اف ها اس كيف ما قلت لكم، شوفوا فوقاش كاين الامتحان تسجلوا فيه بريباريو بديك لابليكاسيون وشبروا دفعوا الامتحان. الحاجه الاخرى واللي هي مهمه حاولوا تدفعوا الجنسيه ديالكم في مدينه صغيره. انا واحد الحاجه اللي عدلتها الجنسيه دفعتها في المدينه ديال فورتبورغ، ما خداوليش ميم با 4 ديال السيمانات ردوا عليا، وكنظن 4 ولا 5 سيمانات ردوا عليا، ولا ميم با 3 سيمانات كنظن ما بين البوست ما بين كلشي ردوا عليا قالوا لي هاي بلا بدنا لك الطلب ديالك ديال الجنسيه، اجي باش تاخذ الجنسيه ديالك. الناس اللي كيكونوا هنا في برلين كاين اللي كتبقى لهم عام عالك باش كيردوا عليهم، كاين اللي كتبقى لهم 5 شهور غير باش ياخذ الغونديفو،
المده كتاخذ بزاف بزاف بزاف. كاين الناس اللي كيشبروا كتوصل بهم حتى كيمشيو عند المحامي باش كيخدم لهم على الدوسي ديالهم. النصيحه اللي مهمه ومهمه بزاف، مشيو لمدينه صغيره حاولوا تسجلوا فيها وتدفعوا تما الدوسي ديالكم، حيتاش كدوز بروسيس طاغيه ما كيتعطلوا لك شي. اول حاجه باش تاخذ الرونديفو كيكون ساهل، ثاني حاجه باش تاخذ الجنسيه كتكون سهله، ولا ما كتاخذش مده، ماشي من ناحيه ديال سهله وانما ما كتاخذش مده طويله. هذا هو اللي هذاك. اما هما القوانين تقريبا كاملين في نفس الموطع ولا نفس البروسيدور. اللي مهم بزاف هو الوقت، ما كتاخذوش بزاف. كيف ما قلت لكم في الحاله ديالي انا كنت هنا في برلين ولكن كنت باقي مسجل في فورتبورغ، دونك قدرت ندفع الدوسي ديالي في فورتبورغ. الرونديفو بقيت دائما كنصيفط له الايميل وبقيت حاسب على 6 شهور على 6 سنين فوقاش غنساليها. كونتاكتيتو قلت له هاي انا ساليت 6 سنين، عندي السي ان ديالي، عندي الكونترا ديالي اللي هي انليميتي، يعني السي اس دي ولا شي حاجه، السي اي دي ولا شي حاجه، كونترا انليميتي. دونك عندي كنخلص الضرائب ديالي، عندي الافعال الجمعويه، عندي الوراق كاملين واجدين، عافاك بغيت نديبوزي. بقيت كنكتب لهم دي زيميل، عطاوني الرونديفو داغيا، اون فوا تسالات 6 سنين عطاوني الرونديفو، ديبوزي الدوسي ديالي، ولكن ما كنتش عارف بلي اللي بني دويتشلاند كياخذ وقت طويل، دونك تعطلت لي ديك الورقه عاد تخرج، شهاده التسجيل ما كانتش عندي، حتى هي خطات لي وقت باش توجد. داكشي كنعطيكم هاد النصيحه هذه توجدوها على بكري وخدموا حتى على ديك الغانتين فيرزيشون، دائما كونوا كتخلصوها. والحاجه اخرى دفعوا في المدينه صغيره، ما تدفعوش في المدينه كبيره. اذا كنتم مسجلين في مدينه كبيره حاولوا تشوفوا شي صديق ديالكم ولا شي صديقه ديالكم تسجلكم في مدينه صغيره، مشيو تسجلوا عندها في لادريس ديالها وديبوزي الدوسي في مدينه صغيره. دونك هادشي هذا اللي كان في هذا الفيديو هدايا. اذا بغيتي تعرف شرحت لكم في هذا الفيديو كيفاش تقدر تاخذ الجنسيه الالمانيه في مده اللي هي صغيره وصغيره بزاف، اللي هي غير 6 سنين، وغترجع ان شاء الله في المستقبل غير 3 سنين وتاخذ الباسبور ديالك وتقدر ساعتها تمشي فين ما بغيتي في هذا العالم. السفر كيسهل عليك، الخدمه كتسهل عليك، السمعه حتى هي نوعا ما كتخدم عليك. ملي كتكون شابر باسبور الماني كتاخذ واحد التريتمنت مختلف، الحقوق كيتزادوا لك بزاف ديال الحاجات. دونك كنصح اي واحد خدم على الدوسي ديالك ملي تجي من المانيا، عرف ما عليك وما لا يئس عليك، خدم على الوراق ديالك كاملين وان شاء الله حتى تنتهي تاخذ الجنسيه ديالك وكتاخذ اختار استقرار وسكيورتي كيف ما كيقولوا. دونك شكرا تفرجتوا الفيديو حتى الاخر، اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تعملوا لايك كومنت وسبسكرايب باش يبقى دائما كيوصلكم الجديد ديالي. طبعا اذا كان عندكم شي سؤال كتبوا لي على انستغرام اللي كيبان تما فين كنجاوب على الاسئله كاملين. وحتى اللي بغى نخدم مع الدوسي ديالو باش يجيني هنا المانيا سواء دراسه ولا اوسبيتون ولا عمل يكونتاكتينا غير في انستغرام وغنشرح لهم كل شيء. دونك فيديو وصل الاخر وكيف ما كنقول دائما حتى الفيديو اللي ماجي كيب ذا جرايند كيب ذا هاسل.